مرحبا، أنا اسمي نبيل حداد، أستاذ السرديات في جامعة اليرموك وشاغل كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية. بحب أقدم لكم اليوم كتاب للأستاذ الدكتور مازن العرموطي بعنوان محطات بألوان الطيف. محطات بألوان الطيف، والعنوان في الحقيقة يتحدث عن المضمون. ألوان الطيف أي أنه لا يقتصر على موضوع واحد، وحين نقول لا يقتصر على موضوع واحد فإن الفئة المستهدفة من القراء فيها متنوعة بألوان الطيف. هذا موجه لكل من يريد أن يقرأ قصة تجربة مع العمل العام، قصة تجربة ناجحة، قصة بناء المؤسسات. فالدكتور مازن العرموطي هو باني مؤسسات من الطراز الأول، ويورد في هذا الكتاب تلك المؤسسات التي أشرف على تأسيسها وبنائها، منها مثلا قسم الصحافة والإعلام في جامعة اليرموك الذي أصبح الآن كلية، ومنها مثلا مهرجان جرش الذي يعني قام بجهوده وقاد فرقة متكاملة من الطلبة المتعاونين والمتطوعين، ومنها المعهد الدبلوماسي في عمان الذي أصبح الآن يتبع وزارة الخارجية، في حين كان هيئة أكاديمية مستقلة أيام الدكتور مازن. ثم انتقل الدكتور مازن إلى سلك العمل الدبلوماسي سفيرا في النمسا مكث 4 سنوات، وسفيرا في هولندا مكث أيضا 4 سنوات. ويتحدث الكتاب عن جوانبه، عن الجوانب الفنية لهذه الشخصية، ويقدم عظة وعبرة لأي شاب، لأي متطلع للإنجاز. فيقول إن الإنجاز يتوقف عند صاحبه على 3 عوامل: على الرؤية أولا، أن يمتلك رؤية، ثانيا أن يمتلك الدعم، أيضا لابد من الدعم، الرؤية لوحدها لا تكفي، ثالثا لابد أن تكون الظروف مواتية، وفي ذلك تبنى المؤسسات. هذا كتاب إذن موجه للجمهور العريض وليس لفئة. الدبلوماسي يجد فيه يعني قصة مفيدة، الطالب نفس الشيء، مؤسسات المهرجانات، الأكاديميون. كتاب غني، أريد فقط أن أنوه بسطرين آخرين، وهو أن هذا الكتاب مكون من 520 صفحة من القطع الكبير من الورق المصقول الملون الفاخر، ومن 11 فصلا وتمهيد ومقدمة. وهذا الكتاب ليس بغرض الاتجار، وإنما طبعه الدكتور مازن هذه الطبعة الفاخرة التي صور فيها تجربته وصور فيها ميوله الفنية، يعني نوع من الهدية للمكتبة العربية ولأصدقائه كذلك.